هل الافضل ان يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ام اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيها اربع الفاظ، اربع جمل. ربنا لك الحمد جنوار، ربنا ولك الحمد الواو، الثالثه اللهم ربنا لك الحمد، والرابعه اللهم ربنا ولك الحمد، كلها اربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا استعمل هذه كاره وهذه كاره كله طيب، الحمد لله. الامام والمنفرد والمنفرد.